شك أن العلم يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة، وإذا قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهذه عامة، لكن بعض المفسرين قال إنها في العلم الشرعي، فمن جاهد نفسه في العلم الشرعي فإنه يهدى إلى أفضل السبل، لكن شريطة أن يجتهد اجتهادا متقنا. وإذا جاءت الآية في نهايتها وإن الله لمع المحسنين، والإحسان هو الإتقان، فمن دخل في هذا العلم الشرعي عليه أن يحسن وأن يتقن.